qui et une arme. Voilà, bismillah. السلام عليكم. السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بون، باش نبداو نقولوا ما نطولوش وكلش، ونكونوا في القمه زعما تاع الحوار وكلش. شوف هاد الباجا غادي نكتب دروك واحد ستاتيو خفيفه بالتصويره. شو هاد الباجا هادي تاعي انا. علاش خدمت هاد الباجا؟ تكونوا في الصورة. الباجا اللي درتها باسكو ولا الفيسبوك يسينيالوني في البروفيل تاعي الحقاني. الور صرا لي بروبليم، وليت خايف يبلعوا لي الكونت تاعي. الكونت هذا قديم، فتحت هذا الباجا كل ما اكتب ولا زعما كاع الشيء اللي راكم تشوفوا فيه في الفيل داكتواليتي تاع الباجا تاعي يخصني انا. راك فاهم؟ انا حر وليبر نكتب واش نبغي ونعبر عن رايي واش كيما نبغي انا. انت عندك الحق تنتقد، اطلق روحك. انا راهم الجماعه ديجا اللي نقولوا يتفاعلوا معايا وكاع راهم على بالهم بالسيستم كي داير. اطلق روحك، انا نقسم لك بالله. شوف، ما نبلوكيك، ما نسبك، ما زعما نسيبريمي الكومونتير تاعك. واذا كاش شفتو باللي كاش نهار سيبريميت كومونتير تاع انسان ولا بلوكيت انسان، يجي يقولها لي ولا يخلي لي ميساج. جامي دو لافي نبلوكيك ولا نقولو نخسر معاك ولا. بار كونتر راني لاحظت كاين واحد السناك بداو يدخلوا الباجا وبداو يسبوا، بداو يسبوا في شخصي انا. سب على روحك، راك فاهم؟ انا ماني خاسر والو. كاين حاجه وحده تنتهموا عليها، ما تدخلش عندي وتلعبها زعما بطاطا كبيره وتلعبها زعما هي لاصرات وانت يا زعما مستوى وحنا يا سناكب، فاهم؟ ولا العكس، انا مانيش نشوف فيكم سناكب، فاهم؟ انا راني نشوف الواقع تاع المجتمع تاعنا كي داير ونحط. ماشي شرط باللي انا نفيلمي فيهم، انا نقدر نصيب هذا لي فيديو ونقولوا يدوروا نحطهم نبارطاجي معاكم، راك فاهم؟ بارطاجي معاكم لا في كوتيديان تاع المجتمع تاعنا. اذا ما عجبكش الحال ولا شفت باللي الباجا هذه ما تساعدكش ولا توسوسك ولا تخليك تزعف ولا تخليك يدير لك لونغواس تتقلق، انا ماشي ذنبي. لا غالب زعما نقولوا تمنيت انا نقولوا الجزائر تكون كيما لا سويد ولا تكون كيما تكون كيما النرويج ولا تكون نقولوا اكوام تكون دوله اللي فيها ماذا يذكر ويقال. ما كاش الا غالب اصاحبي، لا غالب الحواويط والحصيده راك فاهم والدرابك والعراس الحاميين ايا وجري بالجيريكات وكاع. زعما عشتها انا، مانيش نقول خلاص انا يا دوك طورت وكاع، عشتها وما زالت في راسي الدور وما زلت عايش هذاك كيما نقولوا التروماتيزم تاع 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 البلاد اللي ما استفدنا منه والو. واش استفدنا؟ واش استفدنا؟ تقارات الدي ديبلوم ماستر يعني. تخلص عليك قهواجي ولا تخلص عليك تتزوج ودير 4 دراري ولا 5، راك فاهم؟ وهي رايحه. هذا هو النظام تاعنا، لا غالب لا كولتور ديالنا كيما هكا. دوك ماشي انا خلقتها ولا انا يا زعما جبت لكم حاجه جديده، لا غالب. دونك الشيء اللي بغيت نقول لكم زعما فيت في ان شاء الله ما تطولش الفيديو هذا، يعني انه هذا الباجا كل شيء اللي تكتب فيها ما عنديش ادمين واحد اخر، انا مسؤول عليه. توافقني ولا تخالفني الراي يا خويا مرحبا بك، ماشي مشكل، راك فاهم؟ مي بار كونتر تجي زعما تعطيني نصائح هكا نصائح وارشادات. دروك كي تعطيني نصائح وارشادات، شغل انا زعما مانيش نقولوا
زدت في فرنسا ولا زدت في الطليان ولا زدت في المان ولا ايوم بعد قاسني البابور في الجزائر وعشت نقولوا في الجزائر عامين ولا ثلاثه عيت ديت صوره ماشي شابه نقولوا ولا هذيك الثقافه نقولوا اثرت فيا ومن بعد جيت انا عاود رجعت لاوروبا وراني قاعد نقشم فيها فاهم ولا قاعد زعما نهضر في البلاد ونقول بلي فوالا عشت فيها انا 26 سنه في البلاد فاهم قبل ما نخرج 26 سنه في البلاد دونك 26 سنه في البلاد وعندي 10 سنين وربع فاهم دونك مازال لي 16 سنه من هكا ممكن بالك نفيق معليش بالك راني غالط نستنى مني على 16 سنه كي نقفل 26 سنه وربع ونشوف ونكومباري اسكو بالك من القدام نقولوا البلاد من على 16 سنه تولي كيما لوكسيدون ولا خير من لوكسيدون ماذا بينا فاهمني هذا هو نقولوا الشيء اللي بغيت نوصلو لكم دونك ماذا بيكم زعما هاد الناس اللي راهي تدخل نقولوا الباجا هذه اذا ما عجبكش الحال ولا لقيت نقولوا المحتوى ما يعجبكش ولا ماذا بك يا اخي زعما اطلب منك هاك فاهم هذه ممكن ما شفتوهاش في واحد اخر في انسان واحد اخر اطلب منك تخرج منها يرحم باباك خرج من هذيك الباجا وخليني فيه بالي هذاك ما كان دوك شابه نقول لك انايا جامي لا قلت الانسان ابوني ولا جامي قلت الانسان دير جام ولا كاش ما شفتوني كاش نهار حطيت نقولوا او دير ابوني ودير جام وبارطاجي سي تو بلي ومن جامي دونك الشيء خصني هذا تاعي انا حياتي وجهه نظري في الحياه كي دايره ممكن كيما قلت لكم راني غلط زعما رايي ماشي نقولوا 100% صواب مي بون خلو نقولوا هذيك الحريه تاع تعبير خلو انسان يعبر عن شعوره ما بحتى نقولوا نسبك فاهم ونرجع نقولوا من بعد العقلي وكلش ونقول يا ودي سي فري زعما نورمالمون ما نقولش هذا الشيء مي بار كونتر ما تغلطش انا راني في دوله اللي القانون نحكي لك قانون القانون ما يمنعنيش كاع واش راني نكتب القانون لا يمنعني راك فاهم مادام ما تعديتش على انسان ومادام ما عطيتش كيما نقولوا اخبار كاذبه ولا راني نقولوا مضلل في الراي العام ولا عفسه وي فما نقولوا سي فري فما تطيح نقولوا في الحاجه اللي تكون نقولوا ممنوعه ولا بينو ما كان حتى ممنوعات القانون القاضي فيديو في تيك توك ولا مجتمع تاعنا شابين نقول لك انا دروك باغي زعما ندير له ماكياج ونزوقو كلش الحمد لله خويا السلام عليكم بارك الله فيكم خوتي المهم اللي الناس اللي تكومونتي بارك الله فيكم فوالا سي سا ما نحتاج لا من واحد لي بارطاجي لي الباج تاعي ما نحتاج من واحد يدير لي زعما ابوني ولا جام ولا راك فاهم هذه الباج هذه منبر كيما نقولوا منبر ممكن نتلاقاو فيه ممكن نقولوا نتحاوروا فيه امر ممكن انا يعني نتوجه بالي فيها راك فاهمني خلونا نقولوا نديفولو خلونا نتسنكبوا شويه فوالا سي سا هذه هي خوتي المهم السلام عليكم وشابين نقول لكم نسلم عليكم كاع ونقول لكم حاجه برك ديروا الدوها من عندي رسميا خوتي اقسم لكم بالله العلي العظيم شوف في اي منشور تاعي ولا اي كتبه نكتبها والله ما راني نفيزي في حتى بنادم ولا ما راني كيما نقولوا نشر حتى بنادم باسكو انا ما عنديش حسايف وماذا بيا ما يكونوش كاين الحسايف وماذا بيا هاد الناس اللي راه يتحوس على الملايين تاع المشاهدات وكاع ماذا بيا انا ما نوصلش لهذيك الدرجه باسكو كل ما كيما نقولوا تكبر كيما نقولوا العائله كل ما تكبر المسؤوليه معاك فاهم ولا تكبر المسؤوليه عليك دونك ماذا بيا انا القله من القلائل اللي تفهم و ما حتى ما تستفادش فاهم تدخل تحرش وخلاص وتخرج ماذا بيا هاد القله القلائل بزاف عليا دنيا وما فيها فاهم سي سا وماذا بيا خلوا الناس تعيش بسلام السنكوب شو السنكوب وجد وموجود ويوجد يعني ماشي انا يلي خلقته ولا انا يلي راني رايح زعما نقضي عليه السنكوب يبقى كاين حنا بلادنا كيايره حنا بلادنا شوف تكبر في الجزائر شابه نقول لك اذا كان باباك ريش نقولوا هكا وبوكو حله وتيكي ودراهم وكل شيء وي
مي اذا نقولوا كبرتي كارتي بوبولار ولا لا غالب شا باغي زعما شا باغي واش تستفاد اسكو زعما عندنا هكا دي ليبريري في البلاد عندنا ما باليش انايا دي ميزون دو كولتور عاد كيما هكا يدوني قرونا يدوني الجبال هكا نحوسو مع الثلجو ويقرونا على العصافير ويقرونا زعما على البحر ويقرونا يعلمونا في امور كيما هادو تكبر في الطين وتكبر في الزبل وتكبر في تكبر مع الافات الاجتماعيه وكل شيء. كاينه عفزه واحده اخرى باش الفيديو ما يطولش. شوف انا عندي 10 سنين غربه تنجم تقول 10 سنين غربه. شوف ما رانيش قديم في الغربه وما رانيش جديد في الغربه يعني ما تقدرش تطبق عليا تاع او جيت غير البارح نتايا وما تقدرش تطبق عليا تاع او هذا قديم غربه. شوف ماني قديم ماني جديد انا انسان راني عايش في غربه ولا كتب ربي نقولوا ندخل للبلاد ولا نبدل البلاد ولا فاهم ما تعرفش ربي اش راه كاتب لنا لقدام. مي بار كونتر بار كونتر انا كي خرجت من البلاد كاين بزاف ناس باغي تعرف نقولوا صلب الموضوع. انا خرجت من البلاد ما خرجتش طاره انا ما خرجتش طاره كيما هذوك اللي رافدين الدرابو يقول لك روما ولا نتوما ودوني لميلانو ميلان راك فاهم راني نشوف فيها هذه. وما خرجتش من البلاد باسكو كنت جوعان ولا كنت بردان. الحمد لله الناس اللي تعرفني نقولوا راه عندها نظره عليا. انا خرجت من البلاد كان عندي بيت واحد البيت هذا والله ما كان مادي اقسم بالله ما كان مادي والماده بالنسبه لي انا شيء ما عنده حتى قيمه. انا عندي دراهم ولا ما عنديش كيف كيف نورمال. خرجت انا كيما نقولوا بسبب تنجم تقول معنوي ياك مورال مورال. اسكو هذا العشر سنين هذا العشر سنين زعما لقيت واش حوست ولا واش كنت نحوس ولا لقيت واش بغيت لما خرجت من الغربه او من خرجت من البلاد وجيت للغربه. ما نكذبش عليك لقيت واش كنت نحوس ولا لقيت واش كنت متمني ونص كاع. اسكو خسرت ممكن خسرت ماديا راك فاهم باسكو تنجم تقول دراهم اللي خسرتهم نقولوا باش تعطريكو كل شوي مي راني ريكيبيريتهم تنجم تقول ريكيبيريتهم ميم في المورا ريكيبيريتهم. دوك نحكي لك على الناس اللي جاو للغربه كيما انا. كاين زوج انواع كاين النوع اللي جا النوع اللي جا للغربه كيما انا جا باش يبدل الجو ولا جا باش يكون اسره ولا جا باش يخدم ولا جا مانيش عارف انا باش يقرا. هاد الناس نجم نحطهم معايا انا مع الكاتيجوري تاعي. وكاين النوع الزوج اللي جا مثلا يسرق ويخطف ويشرب الشراب ويتكيف في الزطله ويتبع المدامات ويدير الطباج ويتضارب ويسكواتي ويهرس ويدير كاع الصوالح. هاد الناس تنجم تقول ديما عندي رسميه هاد الناس يخسروها على الناس اللي راهي تجي تخدم والناس اللي تجي تقرا والناس اللي راهي تجي تحوس على المورال. علاش هنايا في الأوروب محطوطين أجانب دي زيترونجي دونك السيستام هنايا واش يفيزي ولا كي يهضر على واش يهضر يهضر على لي زيترونجي اللي يديروا المشاكل. جامي لا تسمع في هنايا في التلفزيون ولا في الراديو ولا يقول لك يقول لك وعندنا دي زيترونجي ما شاء الله
لي زيترونجي اللي جو عندنا، الحراقه اللي جو عندنا، لاباس ما شاء الله. والله شوف يديروا الريحه ويديروا العطور ويديروا ويلبسوا مليح وينوضوا بكري ونقيين، راك فاهم؟ هذه جامي لا تسمعهم، تسمع دائما كي يهضروا على لي زيترونجي يهضروا على النيجاتيف. حتى ولو يكون كاين انسان واحد مقود ساكن في مدينه اوروبيه، واحد برك مقود ساكن في مدينه اوروبيه فيها 20,000 حراق، وهو يكون حراق ويكون مقود، لو كان يدير زبله هذوك ال 20,000 حراق ينعدوا عليه، يولي النظام ولا السيستم هنايا يبازي على الحراقه، ويدخلها لك يقول لك السيد دار زبله باسكو ما عندوش الورق ومنه وحراق وطاطاطي طاطاطا. دونك يولي الحراق ولا الانسان الاجنبي يشوفوا فيه بالشوفه هذه. دونك بغيت انا نوضح في واحد الامر ليه كي تكون هنايا حراق، شوف ديها من عندي هذه اوفيسيال، تكون هنا حراق يكتب عليك، يكذب عليك اللي يقول لك الخدمه ما كاش، حكي على الحراقه. والله تبغي تخدم، والله تخدم وتلقى الخدمه ويخدموك، ماكش راح تخلص كيما مول الورق، باش نكونوا داكور. دروك تجي تقول لي تقول لي انا ما نبغيش اللي يحرص عليا، هادو يحرطوا علينا وكي نجوا لهنايا يخدمونا ب 4 فرانك، وحنايا ما نخدموش ب 4 فرانك باسكو راهم يحرثوا علينا. ايا انت تقول داكور معليش يحرثوا عليك، اسكو تبيع الزطلة، اسكو تبيع الزطلة وتبيع الدواء ولا تبيع الغبرة، ما راهمش يحرثوا عليك، راك تبيع راك كيما نقولوا تخدم اتون كونت ولا سيغ تون كونت. بصح الريسك اللي فيها اكثر من الفايده اللي فيها، واذا طحت فيها نقولوا وليت تكونسومي، السلام عليكم. شو ما دير مرا ما دير ذراري ما دير المستقبل تاعك، باسكو خلاص تغرق، هذه لازم ديروها في بالكم مليح. دونك انا ماذا بيا نخدم نكون حراق، ماذا بيا نخدم ب 4 فرانك ونكون خدام حلال، خير من ندخل في الميليو هذا تاع الكيف والزطلة والشراب والصوالح وكلش والغبرة، وكيما راهم يبيعوا بزاف يبيعوا بزاف حوايج، ويولي كاين لي كونفلي والحسايف ويولوا يضربوا الناس بالخدمة، وتولي في مشكلة كبيرة، راك فاهم؟ حتى الدخان، هذا الدخان اللي راكم تبيعوا فيه انا ما فتش عليه، والحمد لله اللي ما فتش عليه. ماذا بكم خوتي اللي راكم تبيعوا الدخان؟ ما يديش انايا سي تشوف عفسه واحد اخر، مانيش نقول لك انايا واه ما فيهاش ومن دبر راسك، مي الشيء اللي يجيب لك البلا ايفيتيه، الشيء اللي يجيب لك البلا يا خويا ايفيتيه. فوالا ما راناش في وقت يرحم نقولوا كي يقبضوك ويقلبوك للبلاد وكلش، ومن بعد تغيضك عمرك وتولي تقول ما يسواوش قلبوني للبلاد ومنا وما يبغوناش. سي نورمال، سي نورمال، كيما دام ما تحترمش القانون تاعهم يقدروا يطبقوا عليك القانون تاعهم هما، راك فاهمني، ويغلبوك. سي سا لو بروبليم، سي سا لو بروبليم تاع 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 الهجره غير الشرعيه، راك فاهم؟ دائما انت ما عندكش الحق، انت كحراق ما عندكش الحق، راك فاهم؟ القانون يطبق عليك في كلش. دونك الشيء اللي بغيت نوصلو لكم ثاني هو دروك كي تجي لهنايا لوروب مثلا، اني لاحظتها في بزاف ناس، لاحظتها في بزاف ناس سيرتو الحراقه، ورانا نشوفوهم في التيك توك ورانا نشوفوهم في الانستغرام وكلش، تلقاها في الزنقه حراق، في الزنقه في الكارتي بلان بلان بيبليك هكا في النهار يدرح في جوانا زطله، ولا في النهار قايلي في السونتروفيل داير باك تاع راني نشوفو فيها، راكم تشوفو فيها هذا داير باك تاع هينكن ولا تقرع برا ولا هنا، ولي يلقى الروزطلا وقاعد هكا وشاعل هذيك لونسينت بلوتوث داير الراي افون، شاب شاب اوجيبو داير شاب اوجيبو، راك فاهم؟
وقاعد يعمر في راسه في القيلة. يرحم باباك يرحم باباك. هل هذا الشيء ممنوع في الأوروب؟ ماشي ممنوع في الأوروب. عندك الحق في الأوروب تشرب بشراب وتنجم تكمي الزطلة وتنجم تتشم الغبرة وتنجم تضرب بالهيروين ودير واش تبغي. هنا ماشي ممنوع هذا الصوالح باش نكونوا في الصورة، سيرتو كي تكون كونسوماتور يحكموك هنا يا بطرف زطلة ما يديروا لك والو، يقلعوها لك ويطلقوك باسكو راك محطوط كونسوماتور. يقبض عندك الكونتيتي راك محطوط تبيع، راك معايا؟ يقلبك ويسيب عندك الكارتوشة في الساكوشة تاعك، يسيب عندك كارتوشة تاع دخان تاع باكية تاع دخان باين باللي راك تبيع، بصح يقلبك يسيب عندك زوج باكية تاع دخان ما عنده ما يدير لك، راك فاهم؟ كونسومي. الزطلة كذلك نفس الشيء، الشراب كذلك نفس الشيء، الغبرة حتى الغبرة وما يدير لك والو كي تكون عندك لابتيت كونتيتي. هذي لازم نكونوا في الصورة. كاينه حاجة واحدة أخرى، لا الميليو هذا هنا في الأوروب عنده بلاستو، راك ساكن راك كاري مع جماعة ولا وتبغي تشرب شراب يا أخي ادي البيرة تاعك، والله سيريو ادي البيرة تاعك ودخل لدارك، دير موسيقى ولا شعل تيلي ولا ريح في الباركون تاعك وسكرها. كاين الغابة، روح الغابة لكاش بلاصة قلت شباب هكا في الطبيعة ودير قواطة بيرة ولا وراك شايخ مع راسك لاباس انتيكو بشبش، وتدخل لدارك تدخل ما شاء الله، ما كان حتى واحد يخرف فيك وما كان حتى واحد يقول لك شراك تدير ولا شراك تدير هنايا ولا. مي بار كونتر تقعد لي في الزنقة، الناس طالعة هابطة، الناس تخدم، الديرونجي في الغاشي، السبان، الموسيقى افون، الهامج، ومن بعد تتليمو كي عظام الراس بالعشرين بنادم سكرانين وزاطلين، ومن بعد تقول لي اوه الدولة حقارة، اوه دارونا، اوه راهم يهبطوا البلاد، ومن بعد يولوا البوستيشات ويولوا المشاكل بيناتكم، سي نورمال، سي نورمال. وهذا الشيء راكم كيما نقولوا تحرموا فيها على الخدامة وتحرموا فيها على الناس اللي جاية تخدم والناس اللي جاية نقولوا تبني المستقبل تاعها، فاهمني؟ هذا هو الشيء اللي بغيت نوصل لكم خاوتي. ديروا حسابكم، ديروا حسابكم الى تجوا لاوروب مثلا، انسان جا لاوروب وما بلي نقولوا فيه البريه تاع الشراب ولا فيه البريه تاع الزطلا ولا ماشي مشكل، هنايا يغمضوا العين. مي بار كونتر باش تجي لهنايا لاوروب وتجيب العقليه تاع البلاد تتسنكب وتولي كسنكوب عايش مع الزنق والبيره والشراب والمشاكل والزطلا، ومن بعد تولوا الحسايف بيناتكم ويولي العياط وكلش، شكون اللي راح يقبلك؟ انت شكون اللي راح يقبلك؟ انت البلاد وما قبلاتكش، انت هربت من البلاد ما قبلاتكش، وتلقاهم لا ماجوريتي اللي يجوا لهنايا هذو الناس تاع المشاكل كيما هكا تلقاهم عندهم مشاكل في البلاد، عندهم حسايف ومتضاربين وعندهم ماك شايف عندهم دي كونت. ماشي كيما هكا، اللي تجي الغربه يا صاحبي دير كرايك في الماء يبردو، اخدم على روحك، روح نافيكي على روحك، ما كاش اللي قال لك ما تشربش، كاين لي بار تروح تشرب في البار ولا تروح تشرب في دارك ولا روح مع باليش انايا اهمل في بلاصه اللي ما كاش راح تجيب البلال عمرك. حتى تشوف الحق دروك ولينا نضربوا، حنا ولينا نضربوا بالمواس، ولينا ندقوا مع بعضنا بعض مع الزنقه والسيوفه والجري وكلش، ومن بعد يدخلوا علينا يقلبوا فينا البلاد. وكاين ناس مساكين زواليه خاطرين دراهم، شكون راه تاع دراهم رايحين في الجره مساكين ما داروا والو، سيرتو الناس اللي حاكمين عليهم لي بروف ولا اللي دايرين لازيل بالباسبورات تاعهم، فاهم؟ تلقى السيد حشيشه طالبه معيشه جاي لهنايا، ومن بعد تجي نتايا من البلاد كاع مزنكش كاع مبقلج من راسك، تزيد ثاني تجي لهنا تبقلج كاع، ومن بعد تبرد لها لهنايا، ومن بعد تدي معاك سلسله تاع غاشي. عيب صاحبي والله غير عيب، نقسم لك بالله الشيء اللي راكم ديروا فيه والله العظيم ما يديروا حتى بنادم. نورمال صاحبي نورمال، تعمر راسك عمر راسك خويا، ما كاينش اللي يقول لك شنو دير، بصح ما تعمروش رسالكم في 20 بنادم وتقعدوا كي عظام الراس. راني نشوف فيهم لي فيديو هادو يا صاحبي ماشي معيشه كاع، انا جيت في 2013 راني شافي والله ما عشنا هذه المعيشه، اقسم بالله ما عشناها لا في لاغريس، ما عشناها لا في لاهونغري، ما عشناها لا في الاوتريش، ما عشناها لا في الطليان، ما عشناها في فرنسا، والو. هذا الشيء ما كناش نديروه كاع، كنا زوج ثلاثه راك فاهم ونبنوها كاع شتا كاين، وكنا ما منكاسو خرب ديار، اقسم بالله كنا نكاسو خرب ديار، نقولوا ما فيهمش الضوء ما فيهمش الماء من نافيكو ولا روحنا نباوطو كلش،
وكنا عايشين في 4-5 داخل الخربة هذيك، نطيبوا مع بعض ناكلوا مع بعض وبيان كاع، ما كان حتى مشكل. لا هضروا غير الغاشي هذا اللي جا ما باليش انايا كي داير كاع كاع مسقوطشي من عقلو، ضرب ونضرب ليا هو على ليا، علاش راكم ديروا كيما هكا؟ انا في سبيل الله زعما انا ماك راح تغنيني ماك راح تفكرني، انا ساكن على برا في الجبل وندير 100 كيلومتر باش نروح نخدم كل يوم غير على جال راحة البالة، فاهم؟ كنت ساكن في لافيل هبلوني هادو تحب زطلة وكانوا ساكنين معايا حدايا جوارين ثاني توعنا هو ثاني ها الشراب ها الزطلة ها المشاكل ها الحسايف ها يطبطب عليك يطبطب عليك على اقسم بالله يطبطب عليك على الوحدة تاع الصباح يشوف غير الضو شاعلة ولا لاتيري، وكنت زعما نقولوا نلعب انا بزاف بلاي ستيشن وكلش في الليل على الوحدة تاع الصباح يا صاحبي نورمال يطبطب عليك يقول لك عندك اخويا عندك ماسا اخويا عندك بريكي اش هذا يا صاحبي واش هذا والله انا هربت من هذاك الشيء هربت من هذاك الشيء زعما من لافيل وراني ساكن على برا غير لاجل هاد الصوالح غير لاجل هاد لي مانيير تاع المهابل راك فاهم مهابل وخلاص سيبا زعما ماهيش معيشة كاع هادي يا صاحبي جيت لهنايا انتيغرا معاهم شاف انا ادخل في السيستم تاعهم متأقلم كونك زعما ما باليش انا عند روحك تلبس مليح هذي الحطة هادي تاع 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 الكيلوات هادي تخطيك من الصوالح هادو البس كيما راهم يلبسوا البور دور وين راهم يدورو البور كونك كنقي بيان عرف وين تعيش عرف وين تدور سي بون وحدك فاهمني واحد ما يجيبش البلاد عمره وين كان يخدم معايا واحد كان يخدم معايا ثاني واحد حراق كنا حراقه في جوج الله يذكره بالخير ما باليش دروك كيفاش صرالو اقسم لكم بالله العلي العظيم يا خوتي وقديم عليا غربه قديم عليا غربه بتسع سنين نهار اللي جيت انا ولت نخدم معاه دي كان قديم عليا بتسع سنين وانا يا كان عندي شحال عامين ثلاثه غربه تسع سنين غربه جامي تحكم جامي دو لا فيلا كونترولاوه البوليسيه ولا حكموه ولا صرا له مشكل ومن بعد تفارقنا من الخدمه وانا رحت في طريقي هو راح في طريقه وانا دبرت خدمه واحده اخرى وهو قاعد يخدم فما طاحوا الكونترول تاع الدوله للخدمه وفي الخدمه وين يخدم داوه 24 ساعه طلبوه والله العظيم 24 ساعة طلقوه ما عنده والو السيد نزيد لك حاجة واحدة أخرى ثاني والله الكيت ما عطاوه له الكيت هذا اللي رامي هضروا عليه هو ما عطاوهلوش ما قالولوش كيتي البلاد راك فاهم قالوا له روح نافيغي زمانك سوي الوضعية تاعك في أقرب وقت تو سامبلومون وعاود رجع يخدم السيد ان شاء الله باذن الله زعما يكون القانون تاع العشر سنين طبق عليه يكون رفد اوراقه نعلو بليس يا صاحبي نعلو بليس انسان فاهمني انسان يكون قنباس في عقله ويكون انسان يعرف كيفاش يسير ويعرف كيفاش يعيش وكلش ونزيد لك حاجه ثاني تسع سنين السيد غربه تسع سنين غربه والله كاغت حراقه وتسع سنين هنا في الاوروب يدور بالطوموبيل كل يوم يروح يخدم بالطوموبيل ويدخل دارو بالطوموبيل ويروح يدير لي كورس تاوعو بالطوموبيل وتعيط له 11 تاع الليل تقول له راني في بلاصه فلانيه روح ديني يجي بالطوموبيل يديك تسع سنين غربه جامي لا كونترولاوه ني في الطريق بالطوموبيل تاعو ني في الخدمه ني ابي والو باسكو سيد نقي صافي ما يدور مع مع مع, مع شواده ما يدور مع سناكب ما يلبس ديك اللبسه تاع الكيلوات ما يقعد ديك قاعده تاع كيلوات خاطيه البلا انسان بيان شكون اللي يدور بيك وسقسي الناس يقولوا لك الناس اللي عايشه في الغربه حراقه وعايشين نقيين ولابسين مليح ويدوروا مليح وعندهم وقت شباب نقولوا راك شايف ديك السهرات العيانين وهذاك العياط وكلش اقسم بالله واحد ما يدور بيك ورواح وشوف بعينك الا كاش واحد تبلاك بار كونتر هذيك الرجله الزايده وهذيك العقليه تاع البلاد زعما كيلوات وانا نغلب وبابا يغلب باباك ومنا والحسايف وكلش والله العظيم ما دير بيها حتى عفسه وحتى نسى كي يشوفوا عندك ديك العقليه ويهربوا منك باسكو المراه هنايا
تعلموا اللي روضوهم هنا الاوروبيين تروضوا مليح، المراه ثاني تلقاها مروضه من ناحيه القانون ومن ناحيه السيستم ومن ناحيه لا في كوتيديان تاعنا هنايا، تلقاها ما تدورش مع واحد كيلو ولا دير كونفيونس في واحد كيلو، راك فاهم؟ تلقاك من اللي صباح الحال وانت طايح على الجوان تاع الزطره، ولا من اللي صباح الحال وانت الباك تاع البيره ما يخطيكش، كي دير تزوج بيك تالي، كي دير تزوج بيك يرحم باباك، يرحم باباك كي دير تدبر مرا وانت عايش في الحاله هذه. كونك واقعي يا صاحبي، كونك واقعي حتى وتدبر زعما وتطيح في عربيه وكلش، يشوفوك والديها ولا يشوفوك ناس يعرفوها هو يقول لها خطيك هذا كيلو، هذا كيلو، هذا سنكوب، هذا فاهم. دير حسابك يا صاحبي، دير حسابك، جيت الغربه تغربت كي نتاك الناس ماليش انايا، تبغي تعمر راسك روح عمر راسك، والله واحد ما يمنعك، والله واحد ما يقول لك زعما لا لا ولا ممنوع ولا فاهم. مي بار كونتر تقعد لي القعدات هذيك العيانين ولا دائما في بلاصه وحده حتى اللي طالع يشوفك واللي هابط يشوفك ما فيهاش، فاهمني؟ دير حسابك وخلاص، دير حسابك. المهم كونك شوف، ديها قاعده من عندي، ديها قاعده من عندي في اوروب وفي اي دوله اوروبيه تكون عايش فيها، تبعني مليح. شوف لا ترونش داج تاعك، لا ترونش داج تاعك شاهية ماذا تعني باللغه العربيه، تعني شوف شوف قيس السن تاعك لاج اللي راه عندك، قيسو مع الثقافه تاع المجتمع هذا. يعني في عمرك ما بين نقولوا 20 سنه و 25 سنه، شوف لا جوناس تاع المدينه، لا جوناس القور، شوف لا جوناس تاع المدينه اللي راك ساكن فيها القور كيفاش يلبسوا، سيي تلبس كيما هما، كوبييهم، ديها شوف ديها من عندي قاعده، كوبييهم. اذا طحت في مدينه يلبسوا الكلاسيك ويلبسوا لي شوميز ويلبسوا صبابط كلاسيك، لبس كيما هما، ما تلعبهاش بطاطا كبيره ار ماكس وما عباليش انايا لاكوست ولا حاجه، باسكو تولي مسيبلي، انت ما تشبه لهمش، دونك باين باللي نتايا انسان براني، الور تولي على العين. هذه وحده. الدوزيام دي شوز، الدوزيام دي شوز، اذا كنت مبلي نو نحكي لك قبل على اللبسه، هذه من 25 مثلا، من 25 ل 30 دير ثاني، من 30 ل 35 ومن بعد ديرها من 35 مثلا ل 45 ولا ل 50 سي تدخل في المجتمع من ناحيه الهندام، الهندام تاعك يعني لبس كيما هما، حتى وتجيك عفسه فيزار كيما داير نواظر زرقين، فاهم؟ داير نواظر زرقين وداير العفسه هذه هكا تاع هذه لا فيزيير هذه اللي تقلبهم كحلين هنايا، tu passes inaperçu parce que الناس تلبس هاد الصوالح لهنايا، راك معايا؟ اللبسه تلعب دور. ثاني حاجه لو مود دو في تاع الناس تاع الكور، لو مود دو في قاعده ديها من عندي، لو مود دو في كي داير، راك عايش في مدينه، راك عايش في مدينه مثلا ما ترقدش، مدينه ليل ونهار، ليل ونهار حيين، كاين بزاف مدينات في لاغريس، كاين في اسبانيا، كاين في فرنسا، كاين شي دي فيل شفتهم انايا، تخرج الوحده تاع الصباح، الزوج تاع الصباح، الموفمون كحل، شتا وصيفا، الناس يبوجوا، السكان تاع ديك المدينه دايرين كيما هكاك، تقدر نتايا تدخل في وسطهم، وتتأقلم معاهم، وتولي الدور في الليل، والدور معاهم خفيف، وتنافيكي زمانك. بصح إذا طحت في مدينة اللي ناسها التسعة تاع الليل راهم في الفراش، يسموك أنت ثاني التسعة تاع الليل، يسموك تدخل للدار، ماشي نتايا الوحدة تاع الصباح مازالك تتنكب مع الزنقة قط ما يدورش، سي نورمال، سي نورمال. الدور الدولة تشوف إنسان وحدو كل مهبول في الزنقة يدور تحبسو، يحبسوك يدوموندوك وين تسكن ولا وين راك رايح ولا وقادر وين يدوموندوك حتى الورقة، فاهمني؟ هذه قاعدة الزوجة ديها من عندي، لازم تتأقلم مع الوقت تاع السكان تاع المنطقة. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة اللي هي مهمة بزاف هنايا في أوروبا،
هي فيما يخص القانون. القانون لازم كي توصل لمدينة ولا توصل للدولة هنا يا أوروبية، أول حاجة سيي تتحقق على الناس اللي انتجري في الدولة ولا في المدينة هذيك اللي متأقلمين فما، يعطوك القوانين السيستم كيفاش يدير يدور. هذه القاعدة هذه مهمة، يعني تولي تعرف وين تقطع الطريق، تولي تعرف وين تقعد، تولي تعرف كيفاش تتمشى، تولي تعرف كيفاش تركب في المترو، ويتعرف كيفاش تركب في البوس، ويتعرف ايفيتي لي كونترول الا ما عندكش دراهم وحركت في البوس، تولي تعرف كيفاش تتعامل مع الناس هاك معايا، تولي تعرف كيفاش تدير نقولوا لي ديمارش ادمنستراتيف تاعك، توسكي زعما في الادمنستراسيون في الاداره، الورقه من هنا تطلع تهبط، كيفاش دير الداوي، كلش قوانين هادو لازم تعرفهم. القاعده الرابعه اللي هي مهمه وماشي مهمه او ميم طون مي مليحه، القاعده الرابعه تعرف كيفاش تتقرب للمدامات. هنا المدامات أوروبية، والله العظيم صدقوني عن تجربة زعما، المدامات الأوروبية والله العظيم ما راهم صعابات. شوف ما كاش مدامة أوروبية صعيبة، حتى وتكون مدامة أوروبية عنصرية وما تبغيش الأجانب، والله ما راهي صعيبة لو كان تبغي تطيح. شتا يبغوا لهنا؟ أنا نقول لك شتا يبغوا القور القورياته، يبغوا تكون كما قلت لك عندك حطة مقبولة، باش ماشي غدوة من غدوة تحشم عليك وتولي انت يا السبان وتنسف وحدك وتتوسوس وتتنرفى بالخف، وما عباليش انا هذيك العقلية تاع البلاد تاع فانتازي وحنا نغلبوا وحنا يا فور وحنا يا رجالة هكام. هاد الصوالح هنا القوريات ما يبغوهمش. حاجة تانية قوليت لي ما يبغوهمش، هتاع تمشو كيما الزريبة، تمشو في الربعين في ربعين واحد، غير تشوف المدامة القورية إلا صابت عندك 20 بنادم داير بيك، وهاد 20 بنادم كاع أصحابك، ما درنا والو، والله العظيم ما درنا والو، باسكو المدامة هذي تنقرص منك، وميو زعما يكون عندك صاحب ولا زوج. فاهمني؟ لو ماكسيموم صاحب ولا زوج اللي تيق فيه وكلش سافا. قضية المدامة تاني عرف كيفاش تتعامل معاها من ناحية اللسان، ادخل في السيستام فاهمني، ما نجيبش انا دوك نعطي لك الوصفة السحرية، مي ادخل نقولو في السيستام تاع 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 الثقافة تاعهم، ماشي بالثقافة تاعهم حتى وين تولي تاكل الحلوف وكلش، مانيش نحكي لك على صوالح هادو، مي تدخل في الثقافة تاعهم كيفاش هما يفونكسيونو، يعني ماشي تقول لك ايا نروحو ناكلو في ريستورو ولا ايا نروحو مع بايش انايا يعني نشربو قهوة في البار الفلاني، انت تولي تدخل في بعضاك وتتوسوس منها، ولا لا وانا مانيش تاع ريستورو وانا مانيش تاع ليك، ما درنا والو راك فاهم، ادخل في النظام هذا وروح وحدة وحدة دبر راسك، ماشي شرط تشرب الشراب وماشي شرط تاكل الحلوف وماشي شرط تاكل الحرام فاهمني. زيد المدامات واش يبغوا هنايا؟ يبغوك تكون ريسبونسابل، يعني تصدم فاهم، يسموك تصدم. قال مثلا تعرف مدامة عندها هي وقتها خاص بها، والوقت تاعك نتايا ماشي تولي تتكرع ترقد وتتكرع كيما لا تتكرع كيما تشواكا هيا وقاعد في الدار تشوف لي في النتفليكس ولا تلعب لي في البلاي ستيشن وتقارع في لالاك تجيب لك المرميطه وتجيب لك الخبزه راك فاهم، يسموك تكون ريسبونسابل راك فاهمني، هي تكون نقولوا بسكنتها ولا تجي تديك تسكنك معاها ولا يسموك تدور زربوطك، ما باليش انايا دير ماليش انايا دير الميناج معكش خدام ريقل الدار تهلا في الدار، روح مع باليش انايا انا كنت خدام روح تخدم العشيه كي تدخل جيب معاك القفه نافيكي زمانك فاهم، وما تكذبش. ثاني حاجه اللي نوصيك عليها مع المدامات هنايا الكذب 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 غير ايبيتيه، قول الصح
حتى وراك حراك قول راك حراك وراه المشكل شارع عدل لك قطع لك راسك تقول لك انا ما نبغيش الحراقه طومبي دبر واحد اخر على روحك ما صراتليش انا وصراتليش مرة مع ما ضمته نورمال حراق وتحراق ونقول لها حراق وعجبها عجبها الحال ما عجبهاش الحال طومبي شارع حتخسر ما تضيعليش ما تضيعليش اون بليس ما تضيعلكش وقتك باسكو قادر تعيش معها عام ولا عام ونص وانت تكذب عليها ومن بعد وفينال بعد عام ونص تقول لها انا حراق تلقى عام ونص ضايعه من حياتك ما درنا والو فاهم من الاول طح حالها القاعده الخامسه قاعده الخامسه هذه ديرها مليح في بالك ثاني كي تكون حراق رد بالك رد بالك ورد بالك من الممنوعات شوف كل ما هو ممنوع وكل ما هو فيه الريسك يا خويا ماذا بيك تيفيتيه ماذا بيك تيفيتيه الماكسيموم الريسك يا خويا شوف نحيه من بالك قاع الدور مثلا مع كيلوات في الطوموبيل ما حتى هما عندهم الورق انت راك راكب معاهم يحكموكم كنترول يسيبوا عندهم الملموس يسيبوا عندهم الريسك زطلا ولا يسيبوا عندهم سلاح ولا يسيبوا عندهم ما باليش انايا غبره ولا انت في الوسط تروح في الجرة باطل الريسك خطيك منه الريسك ثاني رد بالك ترفد معاك لو نقولوا الوثائق تبعك كارت ناسيونال تاع البلاد ولا باسبور تاع البلاد ولا وراقيك تاع البلاد يسموك سلام عليكم يسموك ما ترفد معاك حتى ورقة تاع البلاد خزنهم دبر راسك المهم الريسك شوف الريسك القاعدة الخامسة ديها من عندي رسمي الريسك ايفيتيه الماكسيموم تكون تعمر راسك تسطل ولا يا خويا خلي زطلا في السكنة وراك ساكن علاش ترفدها معاك حتى نهار كومبلي علاش ترفدها معاك نهار كومبلي ها زطلها وخرج وراك الدور كي تدخل للدار الا بغيت نقول تدخل 12 تفطر ولا زيد زطلها وخرج راك الدور وهي رايحة في الليل الا بغيت تسهر سهر في دارك علاش تايا بالسيف عليك تخرج برا باش دير الرسطلة ولا ترفد معاك زطلا هاك معايا الريسك ايفيتوه الماكسيموم ولا كش واحد يقول لك هاك هاد السلعة ديها الفلان ولا ودي تشيبا منها ولا هاد الصوالح غير ايفيتي شوف قادر كاع ربي كيما نقولوا ربي نقولوا يحفظ بزاف ناس بس وطيح فيك انت يا انت تجيبها ما فاهم ايفيتي كاع الممنوعات الريسك ايفيتي عيط الله في روحكم خبتي وكيما قلت لكم هاد الصفحة هادي تاعي انايا حتى واحد ما راه يكتب فيها من غيري انايا وانا مسؤول على واش راني نكتب وماذا بيا ما تدخلوش عليا بالطنيز تاعكم بالخزعبلات راك فاهم كل واحد وعنده رايو ينجم يعبر به انت ثاني دير صفحه وعبر عن شعورك فاهم ماشي شرط تجي عندي انا تطلق خنزك عليا ايا السلام عليكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في ساعه تاع تعزبابج